الله يخليك. والمشاهدين بتواصلوا معنا عبر صباح الشروق، هيتواصل معكم من خلال الفقرات. تحية للإخوة في الكنترول على اختيار كل فقرات صباح الشروق. تقع مدينة الهلالية على الضفة الشرقية للنيل الأزرق بين خطي طول 31 درجة شرقا و14 درجة شمالا، وتبعد من الخرطوم مسافة 102 من الكيلومترات. وقد سميت مدينة الهلالية بهذا الاسم مرتبطة بأبي زيد الهلالي، وقيل إن هلال ابن عامر اليمني جاء لهذه المدينة، وقيل أيضا سميت على هلال ابن أحمد جد الرفاعيين. وأيضا سميت بالهلالية لأن النيل في هذه المنطقة يأخذ شكل الهلال. يسكنها جمع من قبائل مختلفة، رفاعيون وعبد الله وشاقية وجعليون ومغاربة وضنغلة ونوبة وغيرهم، لكنهم انصهروا جميعا في بوتقة واحدة حتى صاروا عائلة واحدة مترابطة الأواصر والوشائج. وبمدينة الهلالية عدد كبير من المؤسسات الحكومية والمدارس في كل المراحل، وأيضا بها عدد من الكليات الجامعية، حيث عرف التعليم طريقه إليها منذ قرابة القرن من الزمان. وتسمى مدينة الهلالية مدينة الشيخ علي المرين والشيخ ود عجيب والشيخ محمد أبو سجرة، وكان للشيخ محمد أبو سجرة غار يتعبد فيه. ونجد أن مدينة الهلالية غلب عليها الطابع الصوفي، وظلت منذ نشأتها مكانا مرتبطا بالدين وشعيره. ومدينة الهلالية عبارة عن عاصمة روحية بها عدد كبير من المتصوفة، وبها عدد من الخلاوة والمساجد. وقد أنجبت مدينة الهلالية عددا من الشخصيات في شتى المجالات، نأخذ منهم على سبيل المثال الأستاذ الشاعر الهادي آدم، حيث ولد بالهلالية في العام 1927 وتوفي في العام 2006. ويعتبر الهادي آدم من أوائل الذين ساهموا في نهضة الشعر في البلاد من خلال الجمعيات الأدبية التي كان يشرف عليها في المدارس التي عمل فيها في شتى بقاع السودان. يذكر أن قصيدة أغدا ألقاك اختارتها سيدة الغناء العربي أم كلثوم من بين عشرات القصائد التي قدمت لها إبان زيارتها للسودان في العام 1968 عندما زارت الخرطوم. تعتبر مدينة الهلالية من المدن التي كان لها الأثر الكبير في تغذية كل مدارس السودان في مراحلها المختلفة.